أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أيث مثلا الدرس النار بفضل الله وبرحمته ذحر شوي السين ديون الدرس أني وان إذن سيم من المسلم ما دينيض كس كان مسلمان ذا شوث إذن سيم. عبد الله بن عامر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل إند الرسول صلى الله عليه وسلم ذي قولي سأزيز المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إند إنسيما إذ وين يسرمن ينسرمن إذ جلسيس أكدو فوسيس. وذي رواية النظام يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذ وين يسرمن العيفة دوني ثمرة ماشي دين سيمين كان أكو أما دين سرمن ماذا غير دين سيمين سرمن دقيرسيس أكدو فوسيس. إنه المهاجر إذ وين يهجرن خرقوين في دين هاسي دي ربيع خرقوين إلان دي حرام خرقوين إلان ديريث إن هيا في الله سيدي ربيع وينك نسي وخرنك نيه ذو نمي قرن المهاجر يهجر قوين يحرم سيدي ربيع أين يوغي سيدي ربيع أين فيغ دينها دينها سيدي ربيع. إن دي المؤمن ذو وينك نيه إيو من المؤمنين إيو من يعيفاد أما أفنفسين سنة أفيدة من السن إيو من أفشين سنة كيف مثلا وما نخزر دي يعني ذي الحديثة جنة من الحاني يعد يقول في صلى الله عليه وسلم يكس أغبار أفوال أفيسم إنسيم باش أذي زر العبد بلي إنسيم ذي هنان ذي قاعان إنسيم ذين دي قوين تفاث الدونيث ذين يكتك المهاجر يقهجر نقوي نقحر مربين غينا ديسن ديريث مرة يوغي ثربين يكشم الذخي تنسيمت والمؤمن وينك نغيوم النك نغيعيب ذا من غفيدة من نسن أما غفت نفسين سن ما فشين سن يكشم غير ذخي تنسلمت مرة يقرس وش في حنا نفين صلى الله عليه وسلم إنسيم ذوين يسر من ينسي من مرة أكو نسر من ذقيرسيس وسرمن تكفوسينس سبحان الله. كما يتمثل معلوم باللي الإسلام يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. إن خمسة ثجدة إكس عن الإسلام دين الرسول صلى الله عليه وسلم ذي النعيم مرة ثم زورة الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله تسجد سبورة سادك شمض على الإسلام وثظليث ذي الزكاة أكد الصوم من رمضان أكد الحج ونكزمرنا أذي روح كان يتمثل. إذن أنا أنظر باللي إنسيم وتسمى ذي إنسيم ماذا قلنا وشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستعرف باللي تظليث ذي الزكاة أكد الصوم أكد الحج ذو الفرض أفهم كل إنسيم ذي الواجب في الناس ذو واجب ذي إنسيم. ولكن ألترى الإسلام يكمي ألترى الإسلام يكمل العف ذاقي ويكمل لنا حشمة ذاك لا سيمن يعيب ذن دوني ثمرات قرسيس أكد أفوسيس. كان يثمثن باش أنظر بلي أين لن تيكجدان الدين ذين لن يرى العبد كل سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ذين لن يرى فضالي الزكاة الصوم ذي الحج ذين لن يرى العبد كل بنت دقيقا يرى العبد كل سيد رب الخالق. ولكن إيش العبد باش هذا يسلم العبد أتسلم من ينسي من أتسلم من العبد دون ثمرة قرسي ساكد فوسيس وقذين إلا نقرأ كذي عبد. إذن أنا عقب لهم ثقيا تم زوروث ذين مقارن العبادة الشعائرية فظل الزكاة الصوم ذي الحج ذي العبادة الشعائرية وين إلا نقرأ كذي عبد العبادة التعاملية. والرسول صلى الله عليه وسلم يناد مرة الدين أكو ذين إلا نقرأ كذي عبد الدين المعاملة الدين المعاملة ذين إلا نقرأ كذي عبد إذ الدين خطر غسل ذلك الله تخذ مذ فصالي الزكاة والصوم ذي الحيج تخذ مثل المرة وين اللي نقارك تسيدي ربي تقام ذيس ولكن تقام ذلك نف ذو قارك وين اللي نقارك ذي عيفاذ وشي قبيار بينك اللي نقارك يس سبحان الله. إذن أين اللي نقارك ذي عيفاذ شوي نساك يقفر سيدي ربي أين اللي نقارك ذي قارك يس إنك غورك يحقيو غورك الحق العيفاذي
ما ذاك الصفاضي ماني يقارك ذي عيفا ذيو اين لان قاري ذيك ذاك تقفيا ولكن ما ذاك الصفاضي راني ماني يقارك ذي عيفا ذيو اين ديني لان قارك يذيو يقارك يذيو وتعدي ذارك الرغوص وتعدي ذاريش خذت كان سيد ربي قواليسي قرد ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تظلت ان لان قارك تقوكي تاركيش تمرا نقو ثلمس ذي الدين ان يقرد الصلاة عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين فظلت يقرد في السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ند ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فظلت ذيني لن يرغد سيد ربي يقرد العبد كل سيد ربي الخالق ند ادنه ثنه دفافيس افين ندير اين لن يرس دي عيفا الفحشاء والمنكر ذيني لن يرغد دي عيفا اين لن يرغد سيد ربي تظلت ثنه افين ندير اين لن يرغد دي عيفا ويتفسر في دوش بيح صلى الله عليه وسلم غادي قال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ماذا قلنا أكيد أن هذا تظل اثنينك أفين ندير إلا نجرك ذي عيفاذ يرك ذي عيفاذ يروث مثنك يا عيفاذ إن تظل اثنك ومقفو إثار كان يتمثل باش أنظر يعني إذن إنسيم ذي أجين فين الرسول صلى الله عليه وسلم إقناد مرة أكو الإسلام يند المسلم أنيوان من سلم المسلمون من لسانه ويده ماذا قال السلمان يعيفاذ ذكرسيك أكد فسيك أي نسيم أين إلا نكارك السيدة ربنا كثير يقفل تربح الدنيا تربح ذي آخر ولكن ماذا قال المسلم لا يعيفاذ ذكرسيك أكد فسيك ذا شاك تخدم الظل فيك ناظر شاك يخدم الزكاة إنك ناظر الصوم إنك ناظر الحجين سبحان الله كان يث مثلا إذن أتأدي ذو الحقوق نسيدي ربي ذم جواره ثم بعد أتأدي ذي تظلي الزكاة الصوم ذي الحجين بعد أتأدي الحقوق العيفاذ العيفاذ أي مثلا سبحان الله مثلا ذميك تسعيد دخل قوام خزارت كانت خزار خطأ لكني ذي عيفة ضربين يقعان ذي قاعان سيد ربين سيد ربي يفغان ذي للسلح ذي القاعينس يفغان ذي للهنان ذي المحبان ذي الرحمن غير العيفة ذي نس أريد يوين ريونا ذي السخصار ذي دخل القاعينس نغذي السفسد غير العيفة ذي نس ما تسعود يون ميك تحمي طم في طيك القخامي ذميك تحمي طم ثولا شو تحمي ضم من سد كخام وانت سامي يحميك ذا كيف يحميك كم ثيطيس ولكن ماذا قال لك شنو يسدك النظام إذا خي كخام يخدمك لا نار شين يرك ولا يفيد سنا سنا نقول قرش يرك يسد الحويش هل ترى تحمي غش يحميك كم ثيطيس ولكن النظام مي خاطئ ماذا قال لك تحمر ذي الصح خدمين النظام ذا خي كخامي ولكن ماذا قال لك ويت خدم ضار النظام ذا خي كخامي ولا مشيك حمي غرام أكيد قلي حين غاية إذا نسيد ربي الخالق والعبد يخدم النظام الداخلي ذي القاعينس يحميه ماذا قلت تخدم ذي السياح ذي قاع ماذا قلت تخدم ذي السلاح غير العيفاذ وين يحميه سيدي ربي ولكن ماذا قلنا لا بدون نخدم على السلاح ونخدم على السلاح غاس ماذا قال لي الزول غاس ماذا قال لي يخدمك الشعائر الدين مره يخدم مثل كامل ويتعدي رانا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله كان غاية مثلا إذن أنت ما قاين نكون ذي الزمان اللي أنت عايشين أنت ويا العيفة تزلان أنت عيفة تزكين يعني ثقيا سمسات وزمرضات تزرد حشر بيك زمان هذا تزر الصيام تزومن تحجون ولكن خدمن شعائر الدين ولكن المعاملة جوجل أنا غنى ذي يران يفو دير إلا فيريتي يعني لقد يزر العيفة ذكا وزادر المحبة غير العيفة ميحسدني غاشين سعان الغل شرن ويا ونسنو ذي عيثنا ران يلقن عقيكو ونسفران ولونا إذ جوجل أنا إذا قنع قيك غص ماذا قلنا تظل لأن تصوصو من تحجو نخدمك وإن إلا نجارغ سيد ربي وإن إلا نجارغ العيفة التصين الجاذيس إذا قنع قيك أنشتاقين إذا قنع أذا نستعرفيس أي مثل أتاسي دي قارنا كان باللي نكون ينغذا تخلف نتخلف بارابور المجتمع الغربي مجتمع السوسيتي اوكسيدونتال نتخلف بارابور الاوكسيدون ولكن نكوني ماشي تخلف نتخلفها في المجتمع الغربي نتخلفها في الاسلام إذا الإسلام في عارة أرمين إنفع البعيد على المجتمع ونمي حماية المجتمع يقوى الضر يقوى الشر يقوى الكروه يقوى تعذوث ذين شوية مرة ذا تخلفين تخلف غف الإسلام أي مثل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دينان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم ذوين إهسي من يعيفاذ أما ذو قرسيس أما ذو فسيس ذو خضمض الحق سيدي ربي أترنوذ إيحق العيفاذيس سبحان الله وسيدي ربي سبحانه وتعالى يتسمرد يند
هذرث إمسلين العين يعيفذ الدنيا مرة ماشي دحشانيين سيمينه وقولوا للناس حسنة ما دفض إسا أوي يقين الناس دخلنا القرآن الكريم ما نهذين سيمين وغير جين سيمين ذا يهودي ذا نصراني ذا مجوسين كن يفغيلين ولكن كشينين محدش فلكة السفاضة مسلي لهان غير غرس يقرد وقولوا للناس حسنة ويقرد قويس سبحانه وتعالى ند وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن الناس عبادي السفاضة إمسلين العين كان يتمثل باش ادنف جن تنسيمت بلي الدين الرحمن تنسيمت الدين لهنا تنسيمت الدين اكزطن الخير ذا الرحمن ذا خيقويون يروح ديوان غير سيدنا ابراهيم الخليل يكشمز دي ثبورث من بعد باش يعني ضد الضيفيز ديك شمغ ذا خيقوخام يصغيميت الناس يسترح فيس يقيمي الناس من بعد الناس ذا شومي الديني يعذني مقرض يا عمر يا عدو 80 ذا ساون الناس ذا مجوسيهم لما جوسي يجين وين يقعدن في مسي قعدنا جور قعدنا جور قيطة جور تزيرين يقعدن له وان قعد لما جوسي قع ذي ثمرة الهند يقوى يخو وين شتقيني من بعد سيدنا إبراهيم الخليل يورث يعني خلال غيره في الدين مسي لكن ذي ما جوسي نصف غي كخامي نصف غي تدي ميري ميري نصف غي تدي كخامس على خطر ماشين ينسك شين وثعفي ذاسي ذربيهم كده خيقان كده رزق لي كيف كان كصحة روح الدفي ضارني من بعد تعرف ذي الغير نستجيت انسان ينصف غي كخامي ولكن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى دي سلن دي سبع سماوات اش قاعد جبريل عليه السلام الناس يا ابراهيم الناس شغل قد خندقا ودي عي ثرا الناس نكينين اثي دقيقا اثي درسقا اذا انشتاقانك ساكا ذي العمري سوف كذا استزمرت ذا ذاوي ويستعرف ريسين ولكن شعفاث الناس كشيون يضو زمر ذا تسعفاث يروح اثبعيثي للتابورثي فغ اوزران دي سرسو يضارنيس تزيغ الغرس المي قدر غرس يتفيثي دي احتضني في ديكا انيس هذي اثام اذي تسمح هذي اثافوض اي تسمح هذي اثافوض ايس ذا شو غيفاك سمحا انيس عقفي ضربي في الليه سبحان الله انيس عقفي ضربي في الليه في الليه عقفي كي ضربي في الليه انيس نعم الرب اديس عقف احبيف نيس غفيا ذو نيس انيس اشهد ان لا اله الا الله وانك يا ابراهيم رسول الله ما سكندر الرحمن للاسلام تجفض ادنقض العبد ذي جهنم الى قسع قذكي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد لان يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اند مهذت سيد ربي سكيوني عبد يكسيث دي الكفر يكسيث دي الشرك الاسلام ينقض دي جهنم اند خير وين سيد خير اكشينين وين يكدش ادي شرقيتش حشم هذا قلنا حشم هذا قلنا يغيه سبحان الله كان ايات مثلا إذن نكونين ذي العصر إيه إنس عايشين أما كانت لنا إكشمغ دي الفكر الخارجي إكشمغ دي الانفازيون كولتورال إكشمغ دي الثقافة الخارجية غورنا من بعد تكس تجر دين سيمن داخل تنسن تجد حاشان يسمني حاشان يسمني داخل الجماعة داخل الجماعة تسنغن داخل الجماعة يزادوا مسلي داخل الجماعة يقولون ميوض نسيف السن يعني داخل لغروند فيل ماشي دي كان ماشي دي تدرين داخل لغروند فيل ماشي حاشان إن شوية أي خطر ثغال مجرد كان تظليث ركوع سجود نجان القيم في يغدي في كاسي دربي سبحانه وتعالى الإسلام يثمثل سبحان الله إذا ما كان دي قارسي ذرب الخالق سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية خم كان ضقع ثزاليث خطر ضقع ثزاليث وسعر الخشوع لو كان نسعي الخشوع ذي الظليث نظران أشي من يتظلن يون وزميرا ذي خزار يون مديرين ذات مثلا شي غدي يجمعنا يغدي يجمعنا الساقين ذكو خميس ما كغدي يجمع ذكو خميس نرحمن إن شاء الله غدي يجمع إلما خميس نرحمن أرغرس دي جنث إذن ذي الإسلام ذي الدين لا إله إن الله محمد رسول الله إن ذات مثلا دي الدين إجماكي ذي الدين ملك الله ذي الشينة خدمة دينك نيتي قيحي وكي تضرر وكي غطيارا وكي يرفي ذارا وكي تضرر وكي يخدم على الخير وكي يخدم على الشر إنما المؤمنون إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرض لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتسمنا ريون دون حاش ماذا قال لنا حمل إيمان سلم أي نجي حمل إيمان إذا نجي ماك ذي الدين وكي تضرر ماشي ذي ماك ذي ذمنيك فيك ديك شمش شرع لإسلامك دينا أتذكرين إلا ذي ذمنيك لا ولكن دول ما ضراك ماذا قال لنا ولاش تقمات سن الدين شوف لا ماذا قال لنا ذي ماك إذن بذكو إيماك ذات مثل دي الدين أولا بعد ذات مثل دي ذمن ذينا سيدر بان أكيفك الأجر أم قرحا ذخن الصيلان الرحيم وقيمي قار صيلة الرحيم ولكن ماذا قلنا ثميوسم كان ذي ذمن ذي ذمن كان ولكن دي الدين خاطئ ربلك سيناك ديك وجن لا جدال فيه ذين شوية نسجين روح المحاكم سويض يربى بس دميس يروى مثلا يرى الزوران مرة ذين شوية كامل على خطر ولاش العلاقة الدين سفل العلاقة غيذمن
ولكن يوفان ربي هذه العلاقة ندين أولا سفلا من بعد العلاقة إذا من الدواس باش سيد ربي هذا غيجر الأجرم قرحان صغورس في علاقة الرحيم وهذه ستنفع العبد شوينك نسيتي لنك الحشر الخراز دي كان صغورس كان هي مثلا إذن ما نتظل تظلي ثم بلا الخشوع سبحان الله أم الجسانين وسعركنا الروح الجسون سعر الروح ستان كادافر كنيني تسيري تظليث ونسعر الخشوع ذا كادافر سيد ربما يقبيا را كادافر تظليث ونسعر الخشوع ذا الجسان ونسعر الروح كيف مثلا باش دائما وأبدا أدن سيد كاري منا أنظر أشي من انتظلان باش أذغ قرع من روح أنخدمين دي رغد قرع تظليثني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سيقاغ دي زقن زث ثكردان زث يخدع زث يكثف زث تدور الوالدينيك زث تدور الجارينيك زث تدور مرة إنسي من زث تدور العيفة ذو تصند العيفة ذو تصندران حاشا نفعرك أردي كن صغورك خطر المسلم ذو وقيد إنسي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي كان يثمثن دايور من المقيد دهلا السجين أن سويدين دهلا المحيب بجر الغشين دهلا الرحمة جرم الدن دهلا الحياة دهلا الذكية دهلا يمدوكي إذو من دهلا وثمثن غفر بيا دثمثن في الدنيا وثق ما تغف الدنيا في تجدو مرا إذا حن كان كشوي تفرد من فرق أسنك شم الشيطان دي ثيم استفر بعد دور من فرق دي جانا كان كيجي مبلش يغرم قرحان ذو الفائدة أكيد مثلا ولكن الإسلام وقد يتسمرن استجمس إدي تسمرن صرحنا إدي تسمرن ذكرين يقرد سيد ربي قويس إنما المؤمنون إخوة سبحان إنما المؤمنون إخوة كنت نسمي يغل الجماعة كنت شهد لا إلا أنا محمد رسول الله كنت نتسرق القفية كنت صوزهم الشهر رمضان أكن إدي نسادر سيد ربي خمسة الأوقات ذكواس أكن يق أنا أتسعون أذي أسيلين الرحمن الجوكر أنا أيث مثلا أسيل الرحمن غير المؤمنين والمؤمنين أخدم لنا غير ندير وإذا كن لا الذي مؤمنين ذو ثنم كاف ندر نسكشمان غير الإسلام سبحان الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولكن السجين الواقع نتعيش السجوز مرة العبد ذا ينكر ذا شو الهم أليسعون إنسي مسجين حش قذي يرحم سيد ربي سبحانه وتعالى حش ماذا قلنا أتفض إجذر قارور نك ما سينسيم حش ما يهدر في الناس حش ماذا قلنا يطع أذيو ثم كاري طيحيس أذيو ثم كديجر في الناس إنه خذ مرة أذيو المهم غرغرس القذف يشمث ومشي تسينسيم تفاجئ يا قناعية كم إنسيم ذا المرين نك ما سينسيم ماذا قلنا يسعى خرجوين ن يقومس إذ قدمس إذا خشلاس تديك سن صحة الرؤوس هذا الصفر وقيل المحيبة غفسي ذربين وإذا نشتاقين على نفس مرن قلع إدارة النغى نروح سبحان الخالق كيف مثلا ولكن السجين نقولد يقرض لا الضغط ذخ يقويا ونقال ينشي من يقرأ أماكن إذا قرسي ذربي بأسهم بينهم شديد كان يند معاذ بن جبل رضي الله عنه يند روح غير الرسول صلى الله عليه وسلم ثيت سنذيغ يند رميثي دوفي غير تظل يند يطول ذي تظل اثنين يند الميكفوك تظل اثنين يند ناسي رسول الله طول ذي تظل اثنين يند ينيا ذي الصح يند ينيا ظل تظل اثنين صلاة رهبة رغبة ورهبة يند تظل اثنين الخوف وتظل اثنين الطمع يبذل الخوف يبذل العذاب من سيد ربي ويضمع ذي سيد ربي سبحانه وتعالى ازدخل من خير الأمينس وذي يعفو الدنوف الأمينس الناس ضيفة سجيم قرن الرغبة الرهبة الناس ضيفة سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ثيثا إفكيد سناث يثويت إفكارا الناس ضيفة سيد رب سبحانه وتعالى وينقرن الأمين الصلغرق أكذ القحط وينقرن ويتفكر الأمين الصلغرق خمكن القوم سيدنا نوح عليه السلام روح مرة غرقا وينقرن الأمين الصلغرق ويقرد نغذ القحط سالجفاف نالله سيشارس يند ديني ثقيق في غاكسين يند ذرف غاس يند نغاس وتصلي طرف لسنا عذاو أذي كسين إلا نقري فالسنسن هذا سنتيوي أعذو ماشي ذي كسين ماذا روح نسين نظام هذا سنتيوي يند ديني ثقيق في غاكسين يند الناس ناسي ذي ربيان غور كان دجدة تسعون تعذو تعذو ثقو غارسن يند ديني ثقو كسقبي غارا تقبيها وإذا نشتاقين أيضا مثلا نسمع قال ذي الواقع مريد سين الجيران قاعدين دخل المسجد الواحد الذي تساروس الجماعة ثلان غريون تذكر بسي خير يعني دخل إذن دا كان يفقد كيون خميس ناس يلقى تساروس الجماعة ثاني فيرما يندى تنغى الجارة قينو يندى ناس ما تزمر دغت سيداويض يندى نسمي آرنكيس
وتسمي لا عين لرن سيدس ومد من دي الجمعة دي سين دي الصفة مزورون يقيمن أكيد الإسلام ماشي الإسلام كان يتمثل إلى قسي ثقمات إلى قذينا ما ضيف ضيعفو سيد ربذك يرحم ما ذقل إذا كنت قرزن سيد ربوي وكسر وزارة سيد ربي ذلك ذلك يرفي ذلك جمارك يسجم سبحان الله كان يتمثل إذن ويجزر في الله ويحلل في الله أي إنسان باش تسدود إنسان باش يعني تصرح يرسيك ذي العيار ذا نسان باش أثنتها مسوين وخديم لنا باش أثنتشمثض باش أثنتستعدد في اللسان أما سوفوسيك أما سيرسينك ذي كيف ديو درسي ذي ربي سبحان الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اللسان يرسيك أكد فوسيك خطر ذي بيكي كانك تضرون يكيني إقنفعن إرس ذين اللند خي جويد يشوفه وماذا قلنا يفقد وين اللند وين اللند ذ جرسك يتبع يتفوس سبحان الله ماذا وأزمر ذات سهج مضافي ونشوف شوفوسك حش مثلا ذات كرسيميك مثل ذات كرسيميك هذه تبع فوسك هذه تبع فوسك إذا ما يمنع ذ جرسك يمنع ذك فوسك يقيك ذين شيء مع ذين شيء حقه سبحان الله أكنعية مثلا إذا أنا عقيب اللي العذ إنسيم إلق أذي عسيمانيش وكثران ذقوث مثنيش إنسيمن وكثران وتضرران الودي نيش ديم زوران وتضرران الجيرانيش وتضرران مثنيش أما يسنثنا مثنيشين لهم ويهضرر في اللسن ويخدمران ويغلا ذي الغيبان ويغلا ذي النميمان ويستري يمانثين ديغلون دي كفوسيس أذي خان يمانثك يجيون يمانا أصعد إقعد تستشو الضبابيس أذي رحات يتشفابيس أكي يجيوني فضنا خطر حشفيك ذي فضنا ولكن وتفقر حش ماذا قلنا يفت تزرع الجوفريد وتشوفون ذو أنك نميتي جاكني يومنيت إذن أنشتاجي مرة ذا فيش البعيد عن جربين جي يومنين وتشفغات مسلت أروين العين وتستعد إذارا إذارا في ذين الغشين وتستعد إذارا أما سير سيخ أما ذا قلنا شوفوا سيخ وما ذا قلنا كشيء تخدم تمسات يشبان تجيان إلى قصع قيد بلين إلى قصع رجع هذا الإسلامي إلى قصع رجع هذا الإيماني أقيك شوف اللي كان شوف اللي كان يخدم الدين مثل ذوقين إذ الإسلام إذ مثلاً ذوقين إذ تمرن سيهنا إذ تمرن استجمات إذ تمرن شوي صرح ما دخل قرون أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ند الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل ذا شرخ ماك وين الهان ذا شو يعني وين الهان مرة ذخ الإسلام ذا شو يدينا إنس أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك إنس تسر من ينسيمن إذ جلسيك وذ فوسيك مضخم ثم ستجي وكيفن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن دنا عسير الرسول صلى الله عليه وسلم دشوا العمل الأعمال يعني يصير فرح سيد ربي سبحانه وتعالى نختار العمل دشوا ديننا رئيسنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنس تمزوره تزاليث تزاليث خزر كان أي الأعمال أفضل إن تزاليث خطر تزاليث ضرّك إن الإسلام بين إلنا ما كان دلنا في الحق إلنا جرّك السيد ربي إن تزاليث دي الوقتين إذا قد تزاليث إذا قد تزاليث دي الوقتين إن إيش ده شو النظام إن إيش أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وش النظام إن إيش أذي سلمني أذي سلمني ينسي من ذقيرسي أسر من ينسر من دكفوسيني خزر تمزور ذي الحق سيد ربنا تعصد تزاليت خطر ماذا قلت حصد تزاليت سر خوشوة تعصد فعصد سكنت يقاي حي إذن تسعاد الخوف ربي تقويك وتصدقر دار الزكاة وتصدقر دار الصوم وتصدقر دار الحج الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام دين ومن تركها فقد أدم دين إذن ماذا قلنا أدي قار الحق سيد ربي أولا تزاليت يندم بعد أسر من العباد الدنيا ثمرا ذقيرسي أسر من دكفوسيني سبحان الله وقيان ذي الحق أم قرحان يقالك السيد ربي وقالك ذي عفاد ذي الحق أم قرحان يقالك ذي عفاد الدنيا ثمرة إذ وقيان في ذي تسمر في محمد صلى الله عليه وسلم إذ وقيان يروح باش أذغي استعلم باش أذغي ربي يقرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنه روح باش تكون ربيغه وندفك الصفات الهان باش تكسم الصفات ندري غدو غير مغار الصفات يحمي سيدي ربي الصفات وندوي سبحان الله قرديون سان فيلوزوف انجلين قرن جورج برنار شاو اللي وقع عندنا ديال القرن كي قاعد انا كان يند في محمد صلى الله عليه وسلم يند وكان يلي يند تمسيكين دوني ثمره نتسوي ما كان مره هكا استفرو وتصن الصفره فنجان القهوه تستسي أفنجل قاوث تنصف على استيسيث أذي فرغوك كل مشاكل الدنيث مرة أكيد يقارو موسنا وقيانا قنزيان مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن دي قرد الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يعني باش تزرد أفوسيك كذيرسيك وقوك إرساس رحضان مسر من العباد ديك أقياك دين سلم إن سباب المسلم فسوق مثل عرضيون إن دفافيش دي الفاسق البعيد عن جربين جل المؤمنين إفغي وبرد سيد ربي
يندوا قتاله كفر. ماذا قلنا خطر الشباب ما تنعرض سيرسيك يندوا لك وقتاله كفر. ماذا قلت لك تقول شوفوا سيك ثوثت اتجرحت نغير البعيد ثقل ثمسات يقضف لاش إنك وقيم ذا الكفر. خذ الرسول الشبيح صلى الله عليه وسلم أن زاد وجزء رف لك استقصد يعبد أما دين شيم أما شيء دين شيم والسادرة كيف كان القانون بشدة استقصد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض غربة شغيم ذو الكفار من بعدي ويند أتسمي وكسمي قراي يقراي أكيد يقر وشبيح النبيين صلى الله عليه وسلم نشتاقين غيث مثلا أماكن دلنا يمدن فذان باش أذي كس العفذ أغبار أفين شيم أذي كس الغبار أغبار أف الإسلام يقال عقيب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يسد الرحمة للعالمين يقرد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما يخرج قوينا يخذمي عفذ سيسم تنسيمت ذي ثمشتوح ثلاثة مثلا قرات قوين يوغ يربي يقال يعقيد يتحمل المسؤولية قيمة نيس وحدش ولكن الإسلام يفردكيش ويتكر الإسلام بأي صفة من الصفات ويتكر غير وين لا يخدم كان يتمثل الإسلام إسمش دويس تمت صزيدات الإسلام ذي هنا إذن ما دين الإسلام ذين أني هنا أما كنا دين تمت أرزاقث أهل طرد الصح تمت أرزاقث وخرجونا رسي عرضا كامل أتيف صزيدات والإسلام خرجونا فيه هريدك شمال الغرس ويتشفغران ذي محايد الدنيا كان يتمثل سبحان الله يقرد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن ليس المسلم بالطعاني ولا باللعاني ولا بالفاحش ولا بالبذي إن دين سلم وتسلل الطعان طعان بجانين أذي سفوتي ذي قوث مثني سنسي من خطر لني عباد كان يلا تشيلين قسمي في ذا الدنيا ثاني ماذا سمي فنور عمر الدنيا لأن العباد العين لأن العباد نديري لأنه ذيك خدمنا أين يهان وذيك خدمنا أين نديري ولكن لأن العباد جعني من سن نيجم الدنا كلان السفوتين دي العباد ولكن لبعيد عن جربين جي مؤمنين سيدي ربي سبحانه وتعالى ما يزر يوني سفوتي ذي الغاشية يتسمى قال العيوب الغاشية العيوب نسوفني شوية رمباد أتشي مغور العيوب نينس حاشا ماذا قلنا ويزمالك وذي قيم يون دين لكامل يعني ويزراري مانيس ويزرار نسادي تسمى قال كان العيوب الغاشية كيجا إذن أدي قار ليس المسلم بالطعام ويش فوتي رذق وثمثني سنسلم إنسيم يتسمى قال العيوب إيش الرسول صلى الله عليه وسلم يندق إيمان عيسى عليه السلام إيمان عيسى يدي سوي وش في حنن فين صلى الله عليه وسلم باش نعقل الأنبياء ذات مثلا أدي قارة يندم كد أدي قارة سيدنا عيسى عليه السلام يقولون الحديث نس لا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم أرباب بل انظروا إلى عيوبكم كأنكم عبيد فإن الناس من هو مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء باش نظر الأنبياء ذات مثلا يون دينا كوي دقين يون وفري دي دقين يندو شما قرثارا على العيوب الغاشي ما كنكونو بيان تعدم كن نيجي مدن كامل يند ما قيثا العيوب ونكونو بيان تصب ممن وندو سارا خطر العيوب ونكونو تشور مذ العيوب يند ولكن دي العباد لن وذي سوى فيان لن وذي قعو فسيد ربيا ولكن وذي سوى فيان رحمة سن سبحان الله هتذيور الأنبياء كيف أكو عند قرن عند قرن كم ليت مثلا إذا نوش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم دي قر المسلم وكثرة ذ قوث مثنيش وكثرة ذ وش فتيرة ذ غشيا إن دوت وش نعيرة إن دول لا ذ الفاحش ودي شوف غير مسلين نديري شوف غير مسلين نديري إلا العبد العمر إيش كم لك خرج وين خر أنا ثعش ذي ذي العمر دي فيهم مسلين نديري ذيس حش ثلاث صح حش مسلين لهن وإن ما ذا ثرح مربي ما ذي الدنيا ثرح مربي ما ذي خرط ولكن لا العبد الدنيا مدي اللي مش سروي مش يشك يفن بالين ذا خرب لا يخرب ذا فرق لا يفرق ذي زرع السم ذا خير للمجتمع وإذا هنا البعيد عن جرب يجي منه أين اثنين صار جون غصيد ربي وحش إذن يند لا المسلم وتشيل هذا الفاحش وتشيل هذا البذيء المسلم يتستحي سبحان الله خزرت كان يعني سبحان الله هذه لنا السقي إلا الحياة السقي إلا القدر إلا القدر وما مشطوح مقرن القدر مقرن مشطوح ذي الحوايج يعني ذي العادة في دنو فزيك الجدود نغو غرينا رام ولكن الحياة لا القدر إلا ولكن السقات سمقاي أنت سمقاي رواندا نصوض يعني مثلا هذا خطر أن تخلف غف الإسلام نسرع إيماننا نفهم ولكن هذا الفيرين يحو نتخلف غف الإسلام سبحان الخالق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في دينه ينادي نادى الرسول صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة ينادي ويدي في عثار ربين بش ذا لعان ينادي ولكني بعثيت سيد ربي ذا الرحمة خزرت الشيس دقار سيد ربي سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقارد سيد ربي قويس وهدر ثالا غفه مثل نوني سيمن وهدر ثالا في العفذي لد أولاشي الذين وهدر ثالا في اللس أين كنين ماذا قليل السلاث أثيوي ولا يغتب بعضكم بعضا أيوحي
يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. اما كنت الصد اكشوم الجيفه ينضوا هضر ثلاثه كي ما قالش مدن الغيبه ما تهضر ضفات مثلا افي عفدو ياشيت تكشداش الذنوب الا شفتي ديك سيدي لوغيا فيش اما كان سيدي ربي وياشيت وياشيت ودي خزراره انت في الحقيقه وكشي اللي هي كان دلا يوفي ونا ازرات سيدي ربي ما يخدم من العالي ازرات ما في حشف لا ما يخدم من ديري ازرات في حشف لا ولكن كشينو وكسره الذنوب وكسره الذنوب ولكن ما تهدر في الغير نظام ديال لوغيا فيش يقات عقيد بلي الذنوب الذنوب ايست كسر سبحان الله هسه قالت شمقي الجماعات يتوذرين الغمره مش امان ما غازني في مدينه الناس واحد في مدينين ولكن اشحال الجماعه دافضها الدرن في فريد سيدي ربي قال الله وقال الرسول ما لم يجدن قيمه في ثلاثه دي اربعه دي خمسه الدرن ان سيدي ربي كان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان الدرن اين ينفعان دخل العلم ذي الثقافه اين ينفعان فافيش ولكن الصفدي وين يخشم وقيفة وقيو وقيزنز أشيز كان يدري من ريمي قوغا كان أشيز أكشم من الكلوف إثني خضان وزرين ربليا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد خير قوين يهدر المرة وكذا مثلا يدفغن لقيمة ولسن خير ذي نيت شوك ذي فلاس ولا قرار أثقافين سيدي ربيان هجينا سلجوه سبحان الله إذن الغيبة إكره يتصار بيان سبحانه وتعالى إنك الغيبة الغيبة وتخدم على الإنسان المسلم يقرد يون العالم فلاسي عفور بي قرد الغيبة ذيوث الميذة عن الطعام ولكن ذيق جان كرمكم والله يتغمان في الميذة يجيهم ماشي ذي عفا ذي مؤمنين نغذ ولو كان ذي الحيواني هذي المذكورن دقويني لهان الغيبة يند الميذة عن الطعام في تغمان يقجان كرمكم والله يند وذ المكلان من الفساق يند الأعمال أهل الفجور بذلك إلى أهل الفجور سبحان الله سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ندي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق إند أربى الربا 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 تظلم دشون إذا الربا مش إذا الربا الأموال أتصل إن الصناف من الربا نقلان ولكن ذي ندى حل دي حرام إنه دحل دار استيذينك أين خطر أين لا لينك إلى قصع قيض بالليل غيرك وين دويد الغيرينك وهي تشغير ذين العين ما تيتش مضغ الجيبي ساقط أديك شمسية أدي فا أدي فرنسي نظام وما لي فا ماشي واحد كان لي فا أدي جلوس الحياة نيش إذن أربع ربا القمة للصم من الربا يند مرض هالدرضة في العرض إنه ما كان سيم أدي لي ذي لغيافيش ولكن كتشينا اسكو ما سيضات الطعان ذقست في حار ما ينسس تكشم ذقوين ذي العير ذي نس البعيد عن جربين جي مؤمنين يندوا قين أربع ربا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها ذا شو دنا في الندي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم ينس الصحابة الكرام ينس أتدرون ما أربع ربا ذا شو ذي القمة من الربا الصمين الربا ذا شو إن لندي حرام كيان القمة لغل الصمين الحرام ننس الله ورسوله أعلم ينس الرسول صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استحلال عرض امرئ مسلم يند ما دهدرد أدهدرد أف العرض أنك ما كان سيم ذي غيافيس أدكاث ديس وكي قبل يون وكي ينوز ما ذي قبل مسلا يند سوف ذاكن ما تتكذ يون دي الحرام سدي الغيافيس سبحان الخالق كيف مثلا وجه فافيس اندرث اندرث فخ مسلتين سبحان الله ان ثنادم بعد سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يتسدرد الايه ان دي سوره النساء قرد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ما تقرض في ما كاين شي اينك ويخذي مالك إن دي غسه جني إيمانك إلى عذاب أغنجر بيجي مؤمنين سبحان الله كيف مثلا يزمر أدي يخدم يون يوث الخطيئة أتي ديار غافك ما سينسيم ثقيد الجريمة يقرض سيدي ربي قويس ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد يحتمل بهتان وإثما مبين سبحان الله يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من رمى مسلم بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم إند مريل أذي وثيون إهمس ينسيم أدي غرفلس أين يخذ مران ذي فطي إند سيدي ربي أثي سحفس أفت قندار ثن جهنم أثي سحفس ويتحرك سبحان الله يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إند ونادين أفين سيما أي نخذ مالا إند أثيس شمس ذي ربي ردغة الخبال خزرت كان من قال في مؤمن ما ليس فيه أدخله الله ردغة الخبال نفس شو ردغة الخبال يا رسول الله إني استقيد المعان صران يقلن دخين جهنم الزاذ أرفعك يخصيت سيدي ربي إيوين ما أدقرد فيه ما كين سيما أي نخذ مالا سبحان الله كان يثمثن إذن أنا عقيب اللي ند أبو هريرة رضي الله عنه إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم
من أكبر الكبائر ما ده الدرد أتستق ثمسلي الدين أين يقبير ياقي أفل عرض نهما كينسيم إليه قرنس وصحابي جليل قرنس جرموز الهجيم رضي الله عنه إن الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وصي يا رسول الله إن ديني أوصيك ألا تكون لعانا إن دو سنعيار كيف مثلا ماشي لأنه خص ذي الخص أولاد الحوايج سنعيث تريد الحيوان سنعيث ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى يغيد سبحان الله وما وخاصة مريلين لين غيث مثلا ما لا تقرض نادهذر الغيبان في حبيب سيدي ربي الظريضة الأول أن وعيد الأولياء أن يقول لندي الأولياء سيد ربنا ويجحمي هذا بلا كثير ما قرط قبلي إذا حقرت والنيه أمس اللفساس أمس القديس أمس الصحينس ولكن هذا غير سيد ربي ذي ذولا رجوزن هو شيء نقد قرط في اللسا وين غص الجرديون ووي ذا فيش يروح في أسفل السافلين يقرط سيد ربي قويس الحديث القدسي من آذالي وليا فقد آذنته بالحرب يندي ويجي نحمي غير كما يندي وضيون يندي ديكلاري الجرة بفيش سبحان الله كيف مثلا يحرم الإسلام كيف مثلا خزرت من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم ذوين يسلم ينسي من أسلم غير ينسي من العفاظ مرة ذقلسيس أكو ذفوسيس يحرم الإسلام باش أذي يجعل يون أما ذي نسيما ماشي ذي نسيما ذي الطيق مري قمير يري عفاظ خزرت كلام كده قروش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبيهما ماثل ذي ثلاثة إذا ونسى الدرم إن أهدر ثاثي سيني إذا ونسى جمو استياثني ودي سلارة الإسلام يغيث ونشتاقين وذي جوزارة وذي الغلطة ثم قرحات قمنا كان سين ينسي من ذي ثمورثة ثمورثة ماريكان دخل اليونيفرسيتي ذي الجامعة إما هدرن استعرف خطر ذي نسي من هدرن استعرف ولكن ما ديوض ومدكر نينس ومدكر إسعانيون ومدكر إسغيمان دا ماريكاني ما داوض كان جدير اللغة هدرن استقنيزيت إيو كويسا كانت نديو فاكني سريز ودي فهم رانا ميدي قد غرغوص وغير نرتقنيزيت إنيس زمان بس كمين اللغة الأولى شو مثلا يعني كنت ثلاث مرات هذا اللغة الأولى الناس لا ماشي في لك الدين غير ديو مرة شو نشتاقين ذر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في نغير دي حرمنا نشتاقين والزميرة أنا هذا اللغة النغمة دام ثلاث قال أنا يلقى هذا إنسا قد فهمت أين دنين القوبل مزورون لما قالوا لقد قد فهمت دشوث إنس أشهد أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله واجين ذي القانون الدين سيدي ربي القانون الاسلام و90 هذه لوكسيدون ولا شكران الدستور العبد يدي خدم التمثال تاعي حاش الدستور سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله كان مثلا خزر كان الرسول صلى الله عليه وسلم في دينا إن مرة يعدد ديون ورقاز القبريد يفد فور كنت جرام باش أنا أقل بلين ينسي من ذوين يسي من يعيفاد أما ذقرسيس أما ذوفوسيس ما تخل ثني طويضة فريد باش أدع الدين يعيفاد وثني كثرة وغور وثني كثرة أكنا أخي خذ بسيدة ربيان أخي قاعدة فريدي كثي قدروني يعدد ديون ورقاز يفد أفركن تجران إذ قبريد يقرع يعباد وسعدين لان ينسو الله ذاك صغي جيني غاشي ينسو الله ذاك ساس سهل هذا فريد يندى الرسول صلى الله عليه وسلم يندو إذ أفركن ينسى باسي سيكش ميجنث المقيارك سيدة ربنا العمل سيني خدم كامل ذا العمل أجاني خدم ينسي سيكش ميجنث يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات يندو صغي مثال قبريد ما قيف كان وصغي مثال قبريد ننسى رسول الله ونسعر عندنا نقيم ينسو ولكن ماذا قلت قمم ينسي القصد فكم الحق وفريد فعط الطريق حقه قيل وما حق الطريق رسول الله ينس ده شو الحق أسن في كيفريد ينس غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينس عست النون فند سرست ما في قمم قبريد عست النون فند سرست ينس غروة يذا عم ذي الجهة نون ما ذي قلنا يلو مدام إديفان يذا ذي نان يلقى الهيمي ذس ينس تسلم ما في العبد السلم تسلم ما في العبد السلم مرة ثمر مسوين الهان ثنهم غفر منكر أمر رسول معروف ثنهم غفر من قار صلى يتغفر النبي عزيزي صلى الله عليه وسلم أكان أيث مثل إذن نك أنشتاجين ذا أنشتاجين ذا أنشتاجين خ خصا ذي سعيش ونمقيرا أروين غدي الناس إذا ربنا أروين غدي الناس في محمد صلى الله عليه وسلم أتصف أنا أتصف ذا في يوني ساعة أن كيلومتر ساعة ذقبريدو كاروس ذا سون ولكن الدروح في مس ذقبريدا ذي فنون ذي سر الصور ذين دنتصف مرة ذي ثمورا ذين دنتصف كامل وجدي بيان إنسان إن شاء الله أغيكسر بي بيان إن شاء الله هيت مثلا أغدي في كاربي إن شاء الله ذي الصفة ذي الهند الصفة ذي حمي خطر
مسكود عمار ديك الشيني نفضري قد ابردني كي تعدينا كني ماذا قال لك ثيك يقواسي تصعيد دخي الملكنين كذا سولك تي الصديق سيدي ربي اين تفغو تسعوتك تي الصديق خاطر الصديق ذا فريد سيدي ربي كي الصديق انا كي تعيش لكن اكن يفغو يوسع وما حميين كوراوي كبنادم غاس السوسع والسوسع فريد سيدي ربي كي السوسع غاس شويه طق ذيق سيدي ربي ذيك تي السوسع خاطر السوسع سي نسيم هكا غيث مثلا نبيا ما ندرد اينك الصفات البعيده عن جربي جي المؤمنين ممكن انت تحتكر السلعات اتي للسومه تقديم السومه تجدد اما الثكر ذي الاموال اما الاختلاس الاموال اما سوء ذي كذب اما ضر الشوا اما شهاده الزور خيانه الامانات تعدينا في الحرمان العباد الغيبان ذي النميمه انت انتهاك العرض العباد ولكن نكون نجعي ولاش ورغي حاسبين نجعلون صغيرة غير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن المحاسبة غير قد ناقب بلي هذا الاتية كرق وينك نغيط ضيم ضمرا أكو أكو ويقرار استرد إنك نستقوي ذاكني ماذا ويا أتخلص ما تقوي ذا استذكرا ذي في ذي نساد أتخلص ما تعدد في الناس أذا أتخلص ذي في مشتحة لما سمقرة أتخلص خطر إلي ونعو السغيل قال ليبر أنا ليبر كلي باش يعني أدخل مغاك إني يعجب ناس خم ذاك إني يعجب ذي محاي إلا القانون يكسيطر في لنا غسها تعدد التعدد في اللي أنا غس تعدد في العبد الضعيف ولكن سيدي ربي غادي يغلزان إلى قناقل خزرت كان يثمثن وكزمان هذه اللي تمسات يشبان تاقيا يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم يوذ المفلس أتدرون من المفلس؟ الناس رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. الناس المفلس يذوين سعر الشيء ونسعر كل شيء روحس. ما تصعود كلام يروحك بابيكي بابيسي يفلس. الناس ذوين من لا درهم له ولا متاع. ذوين سعر الشيء ونسعر كري سعر يروحس. الناس لا ماشي ذو كذا المفلس. خطر أيجن دونيث نفلس مرة ذيك حاشا في جناز نج. ولكن المفلس الحقيقي أكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إند المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أعطي من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار منيك المفلس ذوين أنا روحين أنا روح الزفر بستظر لي الزكاة الصوم الحج صدقات ونشق ذا شوخ ذي مالا كامل ولكن وقين يقرد فلس يكذب وقين يسكد فلس وقين يكريث وقين يتشاث وقين إخذعيث وقين يوثيث وقين خمس جميع الأفعال نديري مرة أكو غلعيفة كامل يسد الوقت باش هذا تخلص باش أذرن طيافاني يقدس تخلص لأنك الرسول صلى الله عليه وسلم يند السنين أثني خلص مرة سي حسنات أكو أتخلص الزكاة الزالي ثني كلمة فوق الزالي تسقوي ذر الزكاة ثني حاشا ما تفوق تسقوي ذر الصيام ثني حاشا ما يفوق تسقوي غال حجني حاجه ما يفوك اتخلص المره شو بيجي كاملك وحاجه ما ذاك اللي يفوك مره ويقام حنت البابيش وزد قرا ريوثي حسنه اسيني نار بيك انا غادي نخلص خاطر مازال مطول فان غادي نخلص داش اسيني سيدي ربي سبحانه وتعالى اسيني فيك تسدي السيات نون فوك تسدي الحسنات فيك تسدي السيات نون من بعد السياحه قندي السيات نسن خاطر يتسلسك يلقى تخلص تخلص هذه الدنيا شوين يتخيفن اتخلص داز كانس الحسنات يندم بعد في ضرح سيدي ربي دي جهنم سبحان الله كنيت مثلا ياك دائما وابدا ادن قال انشتاقي الخطر تطفى انسوي طف زاف ربي يقوسني سرجو يا يقنع قيكي انسى دني مزور انا دي خاص سقي الشيطان وتسجل يلعب ترانكيل مالي يلعب ذي جهد سي نعاد شمطت تنتصفر ولكن شنو كاين كنت سعيد ذاك ويزغن انا كنت تبني ذاك انا كنت تكشف ذاك المره داري وغي اسير الاخر ثغرت فير والو ليش ولكن سيدي ربي قرد ماشي سيه هي كيشي تمتثني عباد الاجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون السني سرجوا مره العباد كل نفس ذائقه الموت والسني مرض يوض والسني وزمر ذاتر سبحان الخالق يقنع حقيقيا ويتسمنا لا العبد لما الدقيقة نيثان قالوا تسينا ناسي ذا ربي وجعل غير كارير ذفير حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا سين سيدي ربي كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سين ناسي ذا ربي الرئي نذخل ما يخير الرئي نصدق الرئي نذخل ما سين وثسوا غيظارا خلاص داين إذي قضان وستانيك فوكن أثن العامل كان دايلا خزاري ثروندات سدو كيف مثلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا كان اللوفان يسرر يترون ولكن يمويني ستصان فرحني سخطر يرد اللوفان غير غرصة اللوفان يسرر يترون ويمويني ستصان مرة وكذا يعني إذا عندي قارو موسنا وقيم فلسي عفور بيان إنيك ولكن كشي نخبر مجهود إنك اسمات غدر الدنيا ثقيم هتصروا حدا تتصلصل وهنا تسروا
قرد فلسي عفو ربي، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أكن يثمثن إذن أين دين الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الحق إن سيم ذوينه سيمن العبد دوني ثمرا أما ذي جلسيس أما ذي فوسيس ذو بقين إسري سريك العبد أما ذي دوني ثم ذي يخرث سيد ربي سبحانه وتعالى أصدر رزق الجن ثن دوني أصدر رزق الجن تلا خرث كوش فوسيس إقلا كيف مثلا أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان، أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.